طبعا اليوم مقطع جديد سوق النهضة، هذا ب500 تخم، هذا جو الجسر. هذا 10 مقاعد داخل، 10 مقاعد مو؟ لا كسر. حلو والله. هاي بيش الميز؟ هاي الطعام 4 كراسي 125. 125 4 كراسي، حلو نازك هذا. هاي الثلاجة عندنا 5 قدم. ايه. بالكاسة. ايه. قرصة 13. قرصة. عشير. 100,000. 100,000. بالكرتون. بالكرتون. هذا بيش؟ هاي بوكي مترين. مترين ستاندر عدل. ومترو 90. مترين عدل. ومترو 90. ايه. 150. بيش؟ 150. 150 هاي بورفير. كاونترات مستعمله. كاونترات مستعمله. هذا متر ستيل ستار. ايه. هذا 90. 90. هذا 100. 100. هذا 100. 100. هذا 110. 110. هذا 150. 150. كلها نظافه فول. هاي التخم بيش؟ هاي التخم 10 مقاعد. ايه. تركي. تركي هذا. 350. 350. 350. ذاك هذا 120. حلو. 10 مقاعد؟ 10. وهذا التخم الاخر؟ هذا هم 10. 10. هذا تطعيم. سماي وغوصات. سماي وهذا تطعيم يعني. بيش؟ بربع 250 هذا 250 وهذا بيش؟ 7 مقاعد 350 7 مقاعد وبيه مجر. هذا بيش قنفتين؟ لا قنفتين 225 225 كان عنده غرفة بعته؟ باعت غرفة. هذا اللي كناتير بيش؟ هاي الدكتور على 110. 110؟ 110. 110. 110. يشتروا ونبيع بالغراض المستعمله. بيع وشراء، ايش قد رقمك؟ 077 213 4189 92. حسون دراجي. حسون دراجي. وبالفرد. خادم ربك، عندك توصيل شي سيارات من هنا اكو؟ كل شيء، توصيل موجود بكافة محافظات العراق. ان شاء الله ما يقصروا وياكم. يجيك من طرف طلال دير بالك عليه. 75 كومبيرا ب 75. حلو هاي. هاي الثلاجة 225. ضمان 10 طيارات. حلو. هاي 225. 225. عرضات على 325. عرضات على 325. هاي الغسالة ب 300. هاي سامسونج ب 300 شغاله؟ شغاله جديده. كم كيلو هاي؟ 15. 15 كيلو والله جديده. جديده بعد والله. طباخ. طباخ. جو الجسر. جو الجسر. عندك تليفون شيء؟ 077 1-0-2-3-2-3-4-5. عيد عيد. على كيف؟ 077 1-0-2-3-2-3-4-5. اتصلوا علي. العقيل. بهار عقيدي. هاي الطباخات بيش؟ هذا 300. هذا 200. ما عندنا ابو شمس ملكي كاونترات. ها بيش الطباخ؟ كاونترات هذا بس كرتون وعوزه تكنو. سعره ب 350. اخوان جديد ما مستعمل بس عايزه كرتونه بس بدون كرتونه. بيش؟ 150. هذا 150. 150. هذا 250. 250. ها شنو الزاوية؟ باكو هذا تفاصيله خاص، وغني؟ هذا عندنا 450 متر ونص وسنكة متر و20. دفتر. عندك هذا 3 متر. هذا عندي 850 ألف. هذا
بس باع الجمال ايش قد حلو باعه. ما ادري شغل شو. هذا مرمر وهذا مرمر. قطعتين. بلاش. هذا لون الفاتح. هذا عندك سعره ب 200. هذا ب 200. والالوان ايش قد حلوة. هذا ابو الدمار حلو كلش حلو. هذا عندك مترين وسنكه متر ونص سعره 550,000. وهذا الاثنين ونص ماله سعره ب 650,000. والاسعار كلها فيها مجال مو اسعار نهائيه. هاي الالوان ماله. هذا اللون الكريمي ماله تعال شوف. هذا الكريمي فشي روعه. 2 ونص وسنكه متر ونص. 2 ونص وسنكه متر ونص بيش؟ هذا ب 650,000. 650,000. والمرمر ايش قد حلو. بالنسبة للثلاجات نص صغيرة بدي. طلال هاي 10 قدم سعرها ب 300. 300. 14 قدم 325. 325. 16 قدم 350. 350. 18 قدم ب 400. 400. 24 ب 400. 24 ب 400. داخل مال اللي يصير زجاج سعرها 425 فيها الاسود والابيض والكريمي. هاي طبعا المعرض ابو شمس تتصلون علي هذا رقم باعه. عند مولده هاي بيش مولده؟ هاي باثنين ومية. اثنين مليونين ومية. غاز مو؟ اي غاز. هاي بنزين سعرها ب 600، هاي ما مستعمله نهائيا استاذ طلال. 600 هاي. ما مستعمله ابد. بنزين. ما مستعمله. عندنا هذا الطباخ مستعمل سعره 225. هذا مستعمل. جديد ماله ب 375,000. فريش مصري. سعره هاي شوف غراضه كلها ببطن. كتالوج غراضه كلها سعره ب 225,000. هلا عمو. تصلوا على ابو شمس ان شاء الله ما يقصر وياكم. توصيل توصيل جمله داخل بغداد موجود اجره. محافظات مثلا نجف كربلاء موجود حله موجود توصيل. عماره ناصريه بصره ماكو توصيل. اكو نقليات يمنا قريبه عبور الشارع يجون ياخذون يسلمون بيد النقليات. اتصلوا علي ان شاء الله قولوا له من طرف طلال ما يقصروا وياكم. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو تحتاجون ما شنو زيني. اهم شي لايكات اخوان مشاركة ولايكات زيني. بعد السوق اليوم فارغ قليل ناس نسانا هواي ما جاي نصور زين تشجيع حتى نرجع نصور لكم سوق النهضة زيني. لايكات تعليقات حلوة كتبوا لي شو تريدون تعرفون شو تريدون اصور لكم غراب زيني.